بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد على قناة برامج تيك، معاكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة كشف الباسورد اللي متخزنة على جوجل كروم أو فايرفوكس، أيا كانت الباسورد اللي تم تخزينها على البراوزر بتاعك. يعني أحيانا بتلاقي الباسورد بالشكل ده كده، تمام، اللي هي على شكل نجوم أو شكل الدوائر اللي هي متظللة دي، نفس الكلام على جوجل كروم. فهنشرح الطريقتين ان شاء الله ازاي تكشف الباسورد الموجود ده بكل سهوله، عن طريق حاجتين. اول حاجه عن طريق يعني الاكواد بتاعت المتصفح نفسه، هتيجي عند الخانه بتاعت الباسورد، تمام، لو انت عاوز تظهر سواء بقى كان نجوم او دوائر كده، وكليك يمين عليها وبتختار انسبكت المنت او بتدوس كيو من على الكيبورد، فبقول له انسبكت المنت، هيظهر لي تحت مجموعه من الاكواد في الانسبكتور دوت. طبعا احنا مش هنتعامل مع الاكواد كلها، ولكن هيهمنا كود واحد بس اللي هو اسمه، اهو هو في السطر الطويل ده، اللي هو اسمه تايب باسورد، تمام. هتيجي تعلم عليها كده كليكتين على باسورد، فهيعلم على باسورد بس، وهتيجي تغيرها لكلمه تيست، تي اي اس تي. لاحظ بقى، بص على الخانه بتاعت الباسورد فوق كده، تمام. انا دلوقتي هدوس انتر، زي ما احنا شايفين ظهر الباسورد اللي متخزنه في الخانه بتاعه الباسورد، ظهرها لي بقى سواء كانت حروف او ارقام، فبيظهر كل الحاجات اللي موجوده بدل النجوم او النقط السوداء اللي موجوده. الطريقه الثانيه طبعا من هنا، من اوبشنز ومن السكيورتي، تمام، وبتيجي عند السيفد باسورد دي، تمام. طبعا هنا الايميلات اللي موجوده كلها، فلو جيت دوست على واحده منهم مثلا وليكن ده، وقلت له شو باسوردز، فهيظهر لي الباسورد، بيقول لي ار يو شور ان انت هتظهر الباسورد يعني، فبقول له ايوه، هنا ظهر لي كل الباسوردات اللي متخزنه عندي على المتصفح بتاع فايرفوكس. طيب نيجي بقى للطريقه الثانيه على جوجل كروم، تقريبا نفس الطريقه ولكن مع اختلاف بسيط، برضو عن طريق هتظهر النجوم دي. طبعا في حاجه انا حابب اوضحها، ان انا ما بعملش الشرح ده علشان انت تستغل مثلا حد ساذج في التعامل في الكمبيوتر، او فتح من عندك الحساب بتاعك، او انك تدخل سايبر وتعمل الحركه دي، ولكن انا بوضح لك علشان انت ما تقعش في الخطا ده. يعني لو هتفتح براوزر من بره او اي حاجه، ايا كان بقى، كان عند واحد صاحبك او كان عند او كان في سايبر او اي حاجه، لان محدش ضامن الظروف، خليك افتحه احسن من متصفح برايفت او انكوجنيتو ويندو، تمام، اللي هو كنترول وشيفت وان، او بتختار ده كنترول شيفت ان، تمام. فانت بتفتح بتخش بقى تسجل اللي انت عاوزه، ده ما بيسجلش اي حاجه، او خليك يعني خليك واخد بالك انك ما تسجلش الباسورد بتاعك على المتصفح نهائي ده، لانه بيتخزن على البراوزر لو دوست ريمبر باسورد، او في حتى بعض المتصفحات بتسجلها تلقائي، فخلي بالك من النقطه دي. فانا طبعا بريء من اي حد يستعمل الطريقه دي في اي حاجه تغضب ربنا طبعا، او اي حاجه مخالفه للي انا بقوله. انا بقوله بنيه ان انت تتعلم وتحافظ على الايميل بتاعك او الخصوصيات بتاعتك، فزي ما انت مش بتحب حد يتعدى على الخصوصيات بتاعتك، فما تتعداش على خصوصيات الناس. تيجي هنا عند الباسورد برضو، وهتدوس كليك يمين، وهتختار انسبكت اليمنت برضو، اختصار من الكيبورد كنترول وشيفت واي، فهدوس على انسبكت اليمنت، فزي ما احنا شايفين ايه في الانبوت تايب ايكوال باسورد، فبتيجي برضو كليكتين على باسورد دي وتكتب مكانها تيست تي اي اس تي وتدوس انتر. انا دوست انتر دلوقتي، المفروض دلوقتي حتى تلقائي اهو هو ظهر لي الباسورد الموجود عندي على الاكونت. طيب عاوز تظهر الباسورد المتخزنه في جوجل كروم، بتيجي تدوس هنا كده وتختار سيتنجز، تمام، ومن السيتنجز بتيجي تختار شو ادفانسد سيتنجز دي، تمام، في الباسورد اند فورمز بتختار مانج باسوردز، فهنا كل الباسوردات والايميلات اللي انت استعملتها على البراوزر بتاع جوجل كروم، بمجرد ما انك بس ما بتيجي تدوس كده، لو دوست على شو هيظهر لك على طول الباسورد بتاع الايميل. فدي برضو يعني شايف كميه مواقع قد ايه، ده طبعا عشان استعمال شخصي، فانا يعني ايه مأمن نفسي اكيد يعني، فمخزن الباسوردات عادي على الجهاز، فدي كميه كبيره جدا من الباسورد. فتخيل بقى انك لو مثلا جهاز بتاع سايبر وكذا واحد بيدخل ويعمل ريميمبر للباسورد بتاعه،
شوف بقى كمية الإيميلات اللي إيه اللي أنت ممكن تسرقها. طبعا أنا مش بشرح الحاجات دي بنية السرقة، ولكن علشان أنت تاخد بالك وما تعملش أو تغلط الغلطة دي، وده كان للتوضيح مش أكتر. أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك ليه وسبسكرايب أو اشتراك لقناة برامج تك، ويا ريت لو أي حد عنده استفسار بخصوص الموضوع أو بخصوص أي موضوع تاني يشرفني بالتعليق في كومنت، وأنا إن شاء الله هرد عليه في أسرع وقت بإذن الله. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك ليه وسبسكرايب او اشتراك لقناة برامج تك علشان تتابعنا في كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجاية ان شاء الله. كان معكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.